لكن إذا كان هناك شكوى من الطلاب ففي هذه الحالة يمكن أن نفتح تحقيقا، لماذا وصلنا إلى هذه النسبة من الرسوب؟ يعني نحن لا نأخذ قرارات سريعة ويعني غير مدروسية، لا، نقارن ثم هل تم جمع العلامات بشكل دقيق؟ هذه الثلاث أمور تتأكد منها لجنة الرصد. على مدار الأعوام الماضية كثيرة هي الشكاوى التي تتردد على لسان طلابنا في المناطق المحررة بما يخص ارتفاع نسب الرسوب سواء في الشهادات الإعدادية أو الثانوية أو في المرحلة الجامعية، لذا سنتحدث في هذه الحلقة عن أسباب الارتفاع والحلول التي يمكن أن تتخذها جامعة إدلب للحد من هذه الظاهرة. نشاهد هذا التقرير ونعود إليكم من جديد. كثيرة هي المشاكل التي يواجهها الطلاب والطالبات في حياتهم الدراسية، ولعل ارتفاع نسبة الرسوب في بعض المواد واحدة من أبرز المشاكل التي يعاني منها طلاب جامعة إدلب. ففي الآونة الأخيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور التي تثبت ارتفاع معدل الرسوب في بعض المواد، الأمر الذي شكل هاجساً لجميع الطلاب. وبالعودة إلى الأسباب، يرى بعض الطلاب أن ارتفاع نسبة الرسوب تعود إلى صعوبة الأسئلة التي لم تكن بالحسبان، بينما يرى آخرون بأن الأسئلة لا تراعي الفروق الفردية للطلاب وإنها وضعت للطلاب المتميزين فقط. كما يرى آخرون بأن السبب الرئيسي لارتفاع نسبة الرسوب تعود لاعتماد قسم كبير من الطلاب على الملخصات أو ما باتت تعرف بالأوراق الذهبية التي حذر المدرسون والمحاضرون في جامعة إدلب منها، كونها لا تعد كفيلة لتحقيق نسبة النجاح لكثير من الطلاب. ويبقى السؤال، ما هي ردود إدارة الجامعة على هذه الاستفسارات المتمثلة بأسباب ارتفاع نسبة الرسوب، وما هي الحلول التي يجب على الطلاب اتباعها لتحقيق النجاح والحصول على معدلات عالية؟ أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أوراق طلابية. في بداية هذا اللقاء يسرني أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محمد عبد الحي، نائب رئيس جامعة إدلب للشؤون العلمية. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا أستاذ محمد، حياكم الله. حياك الله. بداية دكتور، نتكلم عن موضوع النجاح بشكل عام، هل في الجامعات هناك نسب معينة يجب أن لا يتعداها الطالب أو الطلاب بشكل عام في النجاح؟ ليس هناك نسب محددة، إنما يعني غالبا تكون نسب النجاح في المتوسط أو فوق المتوسط، مثلا 50-60-70%. إذا تجاوزت نسبة النجاح 80% ربما يكون هناك مشكلة، إذا نقصت نسبة النجاح عن 20% ربما يكون هناك مشكلة. في هذه الحالة أقرت الجامعة أنه يطلب من المدرس أن يكتب تقريرا في حال ارتفعت نسبة النجاح عن 80% أو انخفضت عن 20%. وقد يكون الوضع طبيعيا، يعني لا يعني أنه إذا كانت أكثر من 80% أن الوضع فيه خلل، لكن من أجل أن تتحقق الجامعة أن الأمور تسير على ما يرام ولم يكن هناك خلل في العملية التدريسية أو أن الأسئلة كانت دون المستوى المطلوب، تطلب من المدرس أن يكتب تقريرا يبرر فيه ارتفاع أو انخفاض نسبة النجاح عن الحدود المقبولة. نعم، طيب هذا الأمر هل يتوافق مع المعايير الدولية للجامعات أم ماذا؟ يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك معايير دولية. ما في دولة في العالم تقول أن نسبة النجاح يجب أن تكون 40 أو 50 أو 60%. إذا كان الطالب لا يستحق النجاح فلا تستطيع أن تمنحه علامة النجاح، وإذا كان الطالب يستحق النجاح أيضا فلا تستطيع أن تمنعه علامة الرسوب، تمنحه علامة الرسوب. فأحيانا تكون نسبة النجاح في المادة 100%، وننظر أن الطلاب كانوا قد اهتموا بالمادة ودرسوا بشكل جيد وتوفرت ظروف فكانت نسبة النجاح مرتفعة، نكتفي بذلك. وأحيانا تكون نسبة الرسوب أيضا مرتفعة، مثلا نتفاجأ أنه الطلاب مثلا بهذه المادة ما كانوا حاضرين، كانت نسبة الحضور في المادة بالأصل منخفضة جدا. هذا يعتمد على تقرير المدرس؟ يعتمد جزئيا على تقرير المدرس. المهم أن الجامعة تود أن تتحقق من سير العملية التدريسية وفق الخطط المرسومة ووفق البرامج المعدة، وأن لا يكون هناك خلل أو انحراف في العملية التعليمية. نعم، طيب لو نتكلم عن الأسباب، يعني ما هي الأسباب أو العوامل التي قد تؤدي لهذا الأمر لارتفاع نسب الرسوب بشكل عام؟ يعني الأسباب، أنت هنا بين أمرين، بين أن تحقق جودة التعليم
وبين أن تراعي ظروف الطلاب. عادة الأسئلة تكون متوسطة وفيها سؤال للمتميزين وسؤال للضعفاء، لكن إذا كان الطالب متوسطا فيجب أن ينجح على هذه الأسئلة. الآن الناس في المناطق المحررة يعانون من عوامل عديدة، من النزوح ومن الفقر ومن التعرض للقصف، فهي ظروف قاسية حقيقة، وكثير من الشباب يضطر للعمل من أجل إعالة أسرته، فلا يستطيع أن يعني يعطي الدراسة حقها. لكن بالمقابل أمانة الجامعة أن لا يتخرج خريج ضعيف، لأنه في المستقبل سيكون في مفصل من مفاصل الدولة، في موقع من مواقع العمل، فإذا لم يمتلك الإمكانيات الكافية والكفاءة سينعكس ذلك على عمله، على المجتمع وعلى الدولة بنفس الوقت. نعم. طيب هل الجامعة بشكل عام تتخذ إجراءات معينة للحد من هذا الأمر أم ماذا؟ الجامعة تحاول رفع سوية المدرسين وأيضا يعني رفع سوية الطلاب، لكن هذا الأمر أحيانا يرتبط بعوامل أخرى خارجية. مثل؟ يعني كما ذكرت لك الظروف التي نعيشها في المناطق المحررة تختلف فيما لو كان الطالب يعيش في بلد مستقر، المستوى المعيشي مرتفع، يعني سكنه مريح، وسائل نقله مريحة، كل هذه العوامل تؤثر في النهاية في الإنسان، فالإنسان بشر. الأمر الآخر عندما يتأمل له مستوى معيشي جيد، فرق بينه وبين الطالب الذي يضطر أن يعمل عدد كبير من الساعات ليعيد أسرته، ويأتي وقت الامتحان يحاول أن يستدرك ما فاته خلال الفصل الدراسي، ففي بعض الأحيان يتمكن وفي أحيان أخرى كثيرة لا يتمكن من استدراك ما فات، لأن المادة العلمية المطلوب أن يحفظها في يومين يجب كان أن يدرسها مثلا في 3 أشهر. طيب دكتور، الآن لو نتكلم عن الرسوب بشكل عام، يعني إذا كانت نسبة الرسوب مرتفعة بشكل كبير، يعني بنسبة 90% أو 100%، كيف يكون تعامل الجامعة مع هذه الحالة؟ الآن الجامعة، هل هناك شكوى من الطلاب أم لا؟ في حال ما كان هناك شكوى من الطلاب، معناته الطلاب مقرين بأن وضعهم ضعيف وأنهم يعني يستحقون علامة الرسوب. نعم. لكن نحن كجامعة نطلب من المدرس أن يكتب تقريرا، لكن إذا كان هناك شكوى من الطلاب ففي هذه الحالة يمكن أن نفتح تحقيقا، لماذا وصلنا إلى هذه النسبة من الرسوب. الأمر الآخر، نقارن علامة الطلاب في هذه المادة مع المواد الأخرى، يعني نحن لا نأخذ قرارات سريعة ويعني غير مدروسية، لا نقارن. لا يمكن أن يكون الطالب مثلا ضعيف في هذه المادة وقوي في بقية المواد، أو لا يمكن أن يكون جميع الطلاب ينطبق عليهم هذا المعيار. لذلك ندرس الأسباب، إذا وجدنا أن هناك خلل في مادة معينة يمكن أن نفتح تحقيقا ونبحث عن الأسباب ونحاول تجاوز هذه الأسباب. نعم. دكتور، نأخذ فاصل ثم نعود لنتابع معك هذه الحلقة. تمام. اهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام مره اخرى، واهلا وسهلا بك دكتور محمد. حياكم الله. حياكم وسهلا دكتور. الان يعني ربما كثير من الطلاب يسال عن اليه الاعتراض على تصحيح المواد، ما هي الاليه المتبعه في جامعه ادلب؟ بعد ان تصدر العلامات نتائج الامتحانات، يحق للطالب ان يتقدم باعتراض على نتيجه علامته. مثلا في هناك فتره محدده للفحص العملي بعد 10 أيام من إصدار النتائج، وللفحص النظري بعد 15 يوما من إصدار النتائج. يتقدم بطلب اعتراض رسمي يسجله في ديوان الكلية ويقدمه، وهناك لجنة تسحب دفتر الطالب وتعيد جمع العلامات وتتأكد أنه حصل على علاماته. طبعا لدينا بالأصل نوع من التدقيق، يعني المدرس يصحح المادة، هذه المادة لا يعني تنتج نتائجها مباشرة، إنما تمر عبر لجان رصد. لجان الرصد تقوم بمطابقة العلامات الجزئية مع علامة السؤال الكلي، هل قام المدرس باحتساب كل العلامات الجزئية في المجموعة الكلية، ثم هل تم نقل علامة السؤال، العلامة الكلية للسؤال بشكل دقيق من داخل الدفتر إلى الجدول الخارجي، ثم هل تم جمع العلامات بشكل دقيق. هذه 3 أمور تتأكد منها لجنة الرصد، فإذا كانت العلامة صحيحة توقع على الدفتر، وإذا كان هناك خلل تعيد الدفتر إلى المدرس وتطلب منه أن هناك خطأ. والخطأ وارد طبعا، لأن عندما يصحح المدرس 500 دفتر مثلا، فيمكن في بعض الأحيان أن يكون هناك سهو، علامة لا تجمع، جزء من سؤال لا يصحح، خاصة عندما يكون الطالب قد قسم السؤال إلى جزئين، يعني أجاب على السؤال في الصفحة الأولى وبقي له جزء فتركه بعد 4 صفحات، فأحيانا يختلط الأمر على المدرس. لكن وظيفة لجنة التدقيق أيضا أن تتأكد من ذلك، وأن تتأكد أن الطالب لم يكتب على المسودة ويقصد بها مبيضة،
فإذا كتب على المسود وقصد بها مبيضة تضع أيضا إشارة خضراء حولها من أجل أن ينتبه المدرس إلى تصحيح هذا الجزء من المسود. يعني يقوم باعتبارها أيضا اللجنة بأنها بحكم المبيضة. طبعا الطالب إذا لم يكفيه الدفتر الامتحاني يقوم بالشطب على إحدى المسودات، على شطب يعني كلمة مسودة، ويكتب بدلها مبيضة ويشير المدقق والأمين السر إليها بقلم أخضر حول دائرة تنتين ثلاثة من أجل أن ينتبه المدرس أثناء التصحيح. فإذا انتبه المدرس صلح، وإذا لم ينتبه المدرس لخطأ، أحيانا هو معتبر هي مسودة، فلجنة الرصد تقوم بتنبيه المدرس ويرد له الدفتر الامتحاني من أجل إعادة تصحيح المبيضة التي كانت بالأصل مسودة لكن حولها الطالب إلى مبيضة نتيجة عدم كفاية أوراق المبيضة. طيب دكتور، أنواع إعادة التصحيح أو إعادة جمع العلامات، هل هناك أنواع؟ يعني ربما طالب يعترض على آلية التصحيح لا على جمع العلامات، هل هناك شيء من هذا القبيل؟ نعم، هو الحقيقة هذا أمر يعني صعب أن تطبقه تماما. يعني إذا فتحت الأمر للطلاب سيكون لديك معناته يعني ممكن 50% من الطلاب يطلبون إعادة التصحيح، هذا يعني أنك تحتاج إلى كادر جديد ضخم ليقوم بالتصحيح. القانون المعمول به يعني في جامعة الذئب أن الطالب المتأكد أنه مظلوم يقوم بتقديم طلب لإعادة التصحيح ويدفع مبلغ مالي من أجل هذا الاعتراض، مبلغ مالي كبير نسبيا. كبير نسبيا، نعم، من أجل أن لا يكون هذا الأمر يعني كل الطلاب يروح. إذا أنت عندك مثلا، أنا عندي 25,000 طالب، إذا تقدم 10,000 طالب بطلبات إعادة تصحيح يعني أنا أحتاج إلى كادر من المدرسين وكادر من المدققين. نعم. لكن الطالب المتأكد والواثق من نفسه يتقدم. إذا وجد أن هناك خطأ في التصحيح واستحق الطالب علامة إضافية واحدة يرد له المبلغ المدفوع. أما إذا لم يستحق الطالب أي علامة فعند ذلك لا يسترد المبلغ. نعم. طيب دكتور، الآن أتكلم عن نظام الجامعة، هل هناك نظام في تقييم أداء الدكاترة أو المحاضرين في الجامعة بشكل عام أم ماذا؟ نعم، هناك نظام للتقييم على عدة مستويات. أحيانا الطلاب يقيم المدرس، هناك استمارة تعطى للطلاب من أجل تقييم كل مدرس. العميد يقيم المدرس بناء على أدائه، التزامه بأوقات المحاضرات، مدى يعني استيعاب الطلاب، أيضا الدرجات التي يحصل عليها، التزامه بأوقات التصحيح، بأوقات الامتحانية، بكل شيء. فهناك يعني تقييم متعدد المستويات من أجل تقييم المدرسين في الجامعة. نعم، شكرا لك دكتور على هذا اللقاء الطيب. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. حياك الله. إذن متابعينا الكرام، كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أوراق طلابية، والتي تحدثنا فيها عن أسباب ارتفاع نسب الرسوب في جامعة إدلب. نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. وختاما، فضلا وليس أمرا، إن كان لديكم أي اقتراحات تخص طلابنا في المحرر اتركوها لنا في التعليقات. وإلى لقاء آخر، أترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.